السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة يا جماعة هنتكلم عن 20 رؤية عن الصور والتصوير. يا جماعة، رؤية الصورة بصفة عامة تدل على علاقات صاحب الرؤية ومدى صداقاته في المحيط اللي هو بيعيش فيه. يعني مثلا رؤية الصورة وفيها أنت وأحد والديك أو هما معا، هذه الرؤية تدل على أنك تعاني من الحرمان العاطفي. أنت عايش في أسرة بتفتقد فيها الحب والحنان، رؤية صورتك مع أبيك وأمك فأنت تعاني من الحرمان العاطفي. رؤية ألبوم الصور، ولكن كان هذا الألبوم ممزق، هذه الرؤية تدل على الفشل وخيبة الأمل ومع شديد الأسف. رؤية المرأة المتزوجة لصور أشخاص معروفة، هذه الرؤية تدل على الأخبار السارة السعيدة إن شاء الله. أما رؤية المرأة المتزوجة لصورتها وهي معلقة على الحائط أو في غرفتها أو في البيت عموما، هذه الرؤية تدل على أن امرأة ليست جديرة بتحمل مسؤولية البيت. وقيل في معنى هذه الرؤية وجود شخص يتحكم في قراراتها وبكل تفاصيل حياتها. رؤية المرأة المتزوجة لصورتها وهي معلقة في البيت. رؤية المرأة الحامل لصورتها الشخصية، هذه الرؤية تدل على مدى ثقتها في نفسها. رؤية الصور عموما للمرأة الحامل تدل على حب الناس المحيطة بها. رؤية الصورة القبيحة للمرأة الحامل، هذه الرؤية تدل على أنها غير راضية بحياتها ومع شديد الأسف. رؤية صورتك وهي باهتة، ليست زاهية، ليست جميلة، تحس إن هي قديمة كده، هذه الرؤية تدل على انتهاء علاقتك بمن معك في الصورة إن رأيت شخصا تعرفه. أما رؤية صورتك أصبحت سوداء مع بعض الأشخاص، فإن علاقتك بهم أصبحت ذكريات، ما انتش هتعيش معهم أو هم مش موجودين في حياتك أصلا، بالرغم أنهم ممكن يكونوا موجودين معك، يعني أنت شايفهم بس أنت خلاص يعني هم موجودين وكأنهم مش موجودين. رؤية صور لمرحلة الطفولة أو الشباب، هذه الرؤية تدل على الحنين لهذه الأيام والذكريات. خلاص، رؤية التقليب في الألبوم، معك ألبوم وعمال تقلب فيه وبتتفرج فيه على الصور، هذه الرؤية تدل على بداية علاقات جديدة وصداقات جديدة مع بعض أشخاص جديدة. رؤية إتلاف الصورة تدل على استغلالك من بعض الأشخاص، بعض الأشخاص بيستغلونك ومع شديد الأسف، فانتبه لهذه الرؤية. أما رؤية شراء الصورة، هذه الرؤية تدل على الإصابة بمكروه ومع شديد الأسف. رؤية البنت العزباء إن صورتها شافتها في برواز، هذه الرؤية تدل على علاقة جديدة مع أشخاص، ولكن هذه العلاقة ستكون مزيفة بدلالة أنها في برواز. رؤية البنت العزباء لصورها في المنام، هذه الرؤية تدل على وجود أشخاص خبيثة في حياتها ومع شديد الأسف. أما رؤية الصور للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية محمودة جدا، فالمرأة المتزوجة لما تشوف صورها، هذه الرؤية تدل على وجود بعض الأشخاص الوفية والمحبين لها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما رؤية المرأة المتزوجة لبعض الصور القبيحة، هذه الرؤية تدل على الوقوع في الأزمات ومع شديد الأسف. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.